صار تفاهم بيني وبين تيار المستقبل على التصويت بجلسة بكرة لقانون استعادة الجنسية، وبالتالي عمليا أحد القانونين يلي كنا طارحينهم بيكون قطع بكرة إذا الله راد، لأنه صار معه أكثرية نيابية، تيار المستقبل، تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية وبقية 14 دار، طبعا هودي بشكله أكثرية نيابية. من جهة أخرى قانون الانتخاب ضل لآخر لحظة في تعقيدات بشأنه من كافة الفرقاء. كمان تساعد الحريري أخذ موقف أنا بعتبره موقف مشرف جدا، وموقف أنقذ الجلسة بكرة، وأنقذ قانون الانتخاب، وأنقذ انتخابات نيابية جديدة. الاتفاق صار على أنه تلتزم كتلة المستقبل ما بتروح بقى على أي جلسة تشريعية إلا إذا في براس جدول أعمالها قانون انتخابات جديد، مش مجرد موجود على جدول الأعمال لبحثه ومناقشته وإقراره وحتى إقراره. بهالشكل هيدا تم إنقاذ الموقف. نحن ما كنا أخدين موقف متصلب، كنا أخدين موقف كتير منفتح، وأكبر دليل رايحين بكرة على الجلسة تنقر القوانين المدرجة مع قانون استعادة الجنسية، وتنحضر لقانون انتخابات نيابية جديد.